منذكركم مشاهدينا بخدمة الويبلاي mtv.com.lb أو الـ MTV Applications، من خلالهم بتقدروا تشوفوا أي من برامج الـ MTV أو أي من فقرات برنامجنا ألايف على راحتكم أنتم مشاهدينا. أما هلأ المحطة الأولى ضمن What's on MTV، منتذكر سوا أجمل اللحظات من سهرة مبارح، سهرة الأحد اللي دايما بتبدأ مع حلقة جديدة من عاطل عن الحرية، برنامج إنساني اجتماعي لأول مرة بيدخل على سجون لبنان وتحديدا سجون النساء، وبقدم فرصة للسجناء بنفسهم حتى يرووا قصتهم، السبب اللي أدى لارتكابهم الجريمة وبالتالي أدى كمان لدخولهم على السجن. من ميزات هالبرنامج مشاهدينا أنه بيسمح للسجين نفسه أنه يحكي قصته ويخبرنا يمكن كيف هو يمكن اضطر أنه يرتكب هالجريمة أو الظروف اللي خلته هو يكون ضحية المجتمع أوقات، والنتيجة هي كانت هالجريمة وسجنه. خلينا نشوف مشهد من حلقة مبارح من عاطل عن الحرية. ولتفاصيل أكثر عن الجريمة توجه فريق عاطل عن الحرية لمكان الجريمة بضيعة الدهر الأحمر لنسمع شهود عيان من الضيعة اللي بيخبرونا شو صار بهيديك الليلة. كان الفقيد ومارتو سوزان عندهم ولد صغير ما كانش موجود معهم ساعتها، اجوا ماشي من الضيعة على صيدلية يشتروا دواء وعم يتمشوا ماشي طالعين لغياب تقريبا. يعني نحن كنا ساكنين تحت بالبيت على أثر الرصاص، يعني يا حدا من البيت عم بيقوس يا حدا عم بيقوس على البيت، معه فرط وكريف يعني هم تصادموا هون بهالمكان هيدا وأطلق النار عليه مباشرة، يعني رصاصة قتل. مرسل مرسل المرأة مرته هي هجمت، صاب جوزها عبطت جوزها قوسها ضربين هون، مشيت وركضت قوسها كمان. بهداك النهار نحن كنا قاعدين مثل ما هسه نحن قاعدين هون، سمعنا قويس، طلعت لبرا انا لشوف شو فيه، سمعت صرخه تحت. سوزان طالعه من هون، طالعه ركض، طالعة من هون ركض، نزلت أنا لقيت هالمخلوقة مقوسة طلقة باثنين بثلاثة بأربعة بخمسة ما بعرف. قلت لهم يا شباب ما حدا يسطع شيء، اتركوا مثل ما هن لتيجي الدولة. شوي مرسل ناجا بعض، حين ما بعض قلت لهم قموا على المستشفى، بعضه طيب شوي، هو سمع مقوس مجروح جرح هو ببطنه بسيط، بس سمع انه قموا على المستشفى تحرك، بس تحرك قدمت له زتيت له الفرد من ايده، كمشته على قميصه زتيت له الفرد من ايده، قلت لهم كمان هيدا زيت العملية. مقوصين على الأرض وشاهد واحد هو حسن بحمد. ساعة 10:20 بيوصلوا رجال القوى الأمنية والشرطة القضائية على مسرح الجريمة ليعملوا الكشف، ما بيلاقوا الجثث، بيكونوا الجثث أو الجثة والمجروحين بالمستشفيات، نقلوهم على المستشفيات.
كتير حلوة ومشوقة من عاطل عن الحرية امبارح المساء بعد الأخبار. منهني سمير يوسف على هالعمل اللي عم بيكشف حقائق وتفاصيل كتير، مش بس السجين هو عم بيروي قصته بنفسه، إنما كمان عم بيتم إعادة تمثيل الجريمة حتى نحن نشوف كل التفاصيل، وأوقات كمان عم بيتم إعادة فتح الملف للتحقيق أكثر بالقضايا. وشفنا كمان بحلقات سابقة إثبات براءة شخص أو أكثر من وراء هالتحقيقات اللي عم بيقوموا فيها. حلقة جديدة من عاطل عن الحرية الأسبوع الجاي بنفس الوقت. أما هلأ وقبل ما ننتقل لتكنولوجي، بدي أذكركم مشاهدينا بالإم تي في بزنس شانل. إذا ما صرتوا تعرفوا أكيد لازم تفوتوا على هالموقع اللي هو mtv.com.lb/business اللي مخصص لكل اللي بهمهم عالم الاقتصاد والأعمال. قناة مميز بيعرض لقاءات مع رجال ونساء أعمال ومبادرين رواد بمجال عملهم، بالإضافة أكيد للإضاءة على أبرز الإنجازات وقصص النجاح اللي بتستاهل إنه نشوفها. أما هلأ ننتقل لعند إلي، ومثل ما بتعرفوا بداية موسم الصيف يعني انطلاقة أو إطلاق مجموعات جديدة من كل الشركات المتخصصة بعالم التكنولوجي. إلي اختار لنا بعض الجادجتس على ذوقه، خلينا نشوف شو محضر لنا بتكنولوجي.